اننا واقفين يعني عددنا بالظبط اول ما وصلنا كان يقارب 200 بني ادم، ما كانش في اي نوع من انواع الاحتكاك ولا الاعتداء. الناس كانت واقفه بس مجرد المحامين لما يشوفونا يحسوا ان في دعم بره. بدا عددنا يقل على الساعه 1 كده بالليل، الناس بدات تتحرك تمشي، لان اصلا ما كانش في اي نيه للاحتكاك او الاقتحام او الكلام اللي بيتقال الداخليه ده. ففجأة لقينا تشكيلات الأمن المركزي بتحاصر القسم، ولقينا مدير أمن اسكندرية وصل للموقع، يعني موقع الحدث، ومصر العام طبعا. فبدأت بقى الوجه الآخر للداخلية اللي طول الوقت بيقول إن هي يعني ملايكة، وإن إحنا اللي بنعتدي عليها، وإن إحنا اللي بنشتمهم، وإحنا بنلاميهم ونطوف ظباط مخبرين عساكر حكم دار اسكندريه، مدير امن اسكندريه، مدير مواقف اسكندريه، كل الناس دي كانت موجوده بتعتدي على بالظبط 25 ناشط وناشطه. معظم اللي كانوا موجودين كانوا بنات، معظم اللي كانوا موجودين كانوا اطفال، يعني ممكن نقول مثلا مواليد التسعينات.